على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف أن هناك محاولات هدامة للنيل من مجهودات طبيب الجزائري مخترع دواء السكري، وأضاف لدى نزوله ضيفا على فروم الإذاعة أنه طبيب يتعامل مع مخبر سيدان منذ 11 سنة وليس مشعوذا وابن عائلة ثورية، ولولا والده لكان متواجد بإحدى مراكز الأبحاث العالمية. لدبلومك دبلوم انا جي با ايتي ديبلومي عندهم الان ربما تعترف انت لست لا تحوز على دبلوم من جامعات جناح. يا اخي انا ما ناقش الدكتوراه عندهم، انا قريت عندهم ما ناقش الدكتوراه وما جبتش الدكتوراه عندهم انا الجزائر، ولكن تحولت الى ميدان البحث العلمي. نعم الان ربما بحسب ما صرحت به انت لست بدكتور. نعم. لا لا انا ما ناقش الدكتوراه عندهم، لا الدكتوراه ما ناقشهاش عندهم. Non, c'est quelqu'un qui était à Genève, j'ai vu son CV, qui travaillait à Genève, qui faisait de la recherche à Genève, Genève qui est venu me dire je veux travailler. D'être en contact avec la Saïdal dans le temps, ils ont travaillé, ils ont développé beaucoup de choses, choses que vous ignorez, je suis sûr et certain. Les diplômes. Diplôme, alors j'ai pas été diplômé en dôme. الآن ربما تعترف أنت لست لا تحوز على دبلوم من جامعات جناح. يا أخي أنا ما ناقش الدكتوراه عندهم، أنا قريت عندهم ما ناقش الدكتوراه وما جبتش الدكتوراه عندهم أنا الجزائر، ولكن تحولت إلى ميدان البحث العلمي. نعم الآن ربما بحسب ما صرحت به أنت لست بدكتور. لا لا أنا ما ناقش الدكتوراه عندهم، ما لا الدكتوراه نعم. طيب هذا سي با ان شارلاتون، سي هذا سي ان ميدسان، سي ان ميدسان شيرشور.